صباح الخير أعزائي المتابعين، افتح الفان الصباحي لشركة وينزل بروكر. هيدهم لكم كريم مجدي يوم 28 مايو 2021، وهنتكلم مع بعض الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. تداعيات إيجابية للجنيه البريطاني وعودة طبعا الأداء الإيجابي والارتفاعات للجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي، وده راجع أكيد في المقام الأول لعودة شهية المخاطرة للمستثمرين خلال تداولات أمس بعد البيانات الأمريكية اللي جاء معظمها أفضل متوقع، لأن حتى البيانات اللي جاءت أسوأ متوقع بيانات خاصة طبعا بالتضخمات والخوف من التضخم، ولذلك جت في الوقت الحالي تعتبر جيدة وطمأنة المستثمرين طبعا اتجاه التضخم. دي كانت أهم الأخبار اللي ظهرت خلال تداولات أمس. هفكركم بالبيانات، كان عندنا طلبات السلع المعمرة الأساسية الشهر شهر إبريل جيب نتيجة أفضل متوقع 1%، وكان متوقع عليه 8%. أيضا الناتج الإجمالي المحلي الربع سنوي الربع الأول الأمريكي اللي جيب نتيجة أسوأ متوقع 6.4%، وكان متوقع عليه 6.5%، والنتيجة دي هي كانت نفس نتيجة الشهر الماضي. أيضا معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكي يجيب نتيجة أسوأ أفضل من المتوقع 406 ألف، وكان متوقع ليه 425 ألف. وختمنا مع مؤشر مبيعات المنازل المعلقة الشهري لشهر إبريل اللي جيب نتيجة أسوأ من المتوقع سالب 4.4%، وكان متوقع ليه 8%. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الأداء الإيجابي للجنيه البريطاني وعودته مرة أخرى للارتفاع من 41.10، وعودته الثبات أعلى 41.75، ده اداله طبعا دفع بشكل كبير. أداء إيجابي على الـ EMA، عودة تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، ثبات السعر زي ما ذكرنا لحضراتكم على نقطة المحورية، إيجابي على مؤشر فلات تريند وإيجابي على مؤشر الستوكستيك، كل ده مدعمه بشكل كبير. وإن كانت المنطقة 42.35 وال41 فلات عاملة اختناق للجنيه البريطاني زي ما حضراتكم شايفين، فاشل في كسرها من يوم 18 مايو، بنتكلم تقريبا في حوالي 10 ايام تداول، ولذلك الاتجاه الاكثر توقعا الاتجاه الايجابي، ولكن بشرط كسر ال 42.35 علشان يروح لل 43.10 وراها 43.75، مره ثانيه كسر ال 42.35 وراها 43.10 وراها 43.75، السيناريو الاخر المعاكس هتحقق بكسر ال 41.10 وراها ال 40.40، واخر نقطه عند ال 39.90. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن طبيعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.